بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع سأحدثكم اليوم إن شاء الله عن أصول بعض الأشياء أو الكلمات مما هو دارج في لهجاتنا اللي قط عمره بالعزائم إحنا نسميه الطفيلي نسبة إلى رجل يقال له الطفيل من بني عبد الله من غطفان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها قيصر كلمة لاتينية بمعنى القطع أو الشق وملك الروم يوليوس ولد بعملية توريد فلقب بيوليوس قيصر ثم صار بعد ذلك ملوك الروم يلقبون بالقياصرة وسميت عملية التوليد بالعملية القيصرية القيصرية أو القيصرية اسم يطلق على السوق في البلاد العربية نسبة إلى قياصرة الروم نشروا أسواقا في ممالكهم نيوز بمعنى الأخبار مختلف في أصلها لكن قيل هي مكونة من بداية كلمات الجهات نورث إست ويست ساوث برمودا كلمة إيطالية بمعنى البنطلون القصير لكن قيل سميت بذلك نسبة إلى برمودا في شرق فلوريدا وهم معروفون بهذا اللباس بعد الحرب العالمية الثانية صارت العملة في الدولة العثمانية ورق وليس الذهب رفض أهل الشام ذلك وصاروا يتعاملون بالعملة المصرية وسموها مصاري أول من أدخل الراديو إلى عنيزة هو الوجيع عبد الرحمن لذكير رحمه الله كان الناس يجتمعون عنده لسماع أخبار الحرب العالمية الأولى قبل اكثر من سبعين سنه كان اقتناء الراديو في نجد يعد امرا منكرا الشيخ محمد العبودي حفظه الله عند راديو مسميه حمد وين محمد قالوا عند حمد ارسل محمد علي باشا جماعه من المهتمين بالزراعه الى اوروبا واحد اسمه يوسف افندي رجع بنوع من البرتقال فصار يسمى هذا النوع بيوسفي وافندي الحنفيه بمعنى صنبور المياه سميت بذلك من الحنف وهو الميل واما ما ذكره احمد امين نسبه الى فقهاء الحنفيه فلا اصل له أول من أطلق لقب الطابور الخامس على مؤيد الثورات هو الجنرال الأسباني ديلانو وكان هذا في سنة 1936 البلطجي كلمة تركية بمعنى حامل البلط يعني حامل الفأس بمعنى القوي وفي سنة 1710 كان من قادة الترك بلطج محمد باشا وفي أيام الدولة العثمانية كان هناك مجموعة من الجند يطوفون بالأسواق يحرسونها معهم الفؤوس يسمون بالبلطجية أول من أطلق البلطجية على المتظاهرين هو الرئيس المصري السابق أنور السادات وكان هذا بعد معاهدة كام ديفيد مع اليهود الدكتور كلمة يونانية بمعنى العالم وكانت أولا تطلق على من بلغ المنتهى في الطب ثم صار في كل تخصص طبعا لا حرج في استعمالها في حق المسلمين لكن قال بعض الشعراء متندرا في من ترك لقب الفقيه إلى الدكتور استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن العجيب محدثون دكاتره، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادره. الاونطه كلمه روميه بمعنى الخدعه، والاونطه هو المخادع الذي كان يستاجر في نوادي القمار في مصر ليخدع الناس على انه مقامر. السرسري كلمه تركيه بمعنى المتسكع العاطل عن العمل، ونظام السرسرية العثماني كان ينص على معاقبه كل متسكع عاطل عن العمل. الجاخور أو الياخور كلمة فارسية بمعنى مكان على في الدواب أصلها آخور وآمر الآخور مهنة عباسية للقائم على هذا المكان ضرب الكف على الوجه يسمى في بعض دول الخليج بالراشدي لأن هذا المضروب ذنطيق يتعدل ويرشد أمره قيل سمي ضرب الكف على الوجه بالراشدي نسبة إلى راشد السعدون من أهل العراق لجأ إلى الكويت في سنة 1832 وكان معروفا بقوته في بعض اللهجات يسمون ضرب الكف على الوجه بالمحمودي يقال إنه نسبة إلى السلطان العثماني محمود الله أعلم الجنجفة بمعنى لعبة الورق كلمة لاتينية بمعنى لعبة ملك الصين وأما البلوت نسبة للفرنسي بلوت الذي وضع أصولها سمي سوق الأوراق المالية ببورصة نسبة إلى العائلة البلجيكية بورصن التي كان عندها فندق في القرن الخامس عشر يلتقي فيه التجار كان اليونان ثم الرومان يعتقدون ان لحم الافاعي يمنح الصحه ولذلك وضعوا صوره الافعى على الطب والصيدله. برنامج افتح يا سمسم الذي انتج في سنه 1979، اصله برنامج امريكي مماثل اسمه شارع سمسم، انتج سنه 69. اطال رجل الكلام ثم سال اعرابيا ما هو العي يعني ضد الفصاحه؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم، وهذا حالي وياكم كل يوم. استودعكم الله.